في تنفيذ هذه المخالفة، بل هو رياض ونالاغ. ليستر سيتي يفتتح مجال التسجيل عند الدقيقة 26 من عمر هذا الشوط الأول. فيس مورغان فعلها وسجل أول أهدافه في حياته في دوري أبطال أوروبا. الكرة من رياض ميداليا، أوكازاكي يستلم الكرة، أوكازاكي مازال، أوكازاكي يستلم رياض، عنده الكرة من هناك، رياض باليسرى ثم باليمنى، كرة أوبا با 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 جول. 18 متر استلم كرة، هاي لعادة مرة ثانية رياض بيمنى، سدها الدفاع، وصلت مباشرة لأول برايتون، المراقبة بالصدر ثم باليمنى والتسديدة باليسرى، أرضية زاحفة على يسار سيرجي ريكو يتفرج على هذه الكرة الزاحفة وهي جاية وداخلة في الشباك. جول ثاني لليستر سيتي في الدقيقة التاسعة.